بداية أرحب بكم جميعا، أشكركم على تلبية الدعوة كما هو معلومة تتضمن جدول أعمال هذه الدار النقطة المهمة وهي كما ينبغي إعادة تشكيل لجنة المعارضة العمومية والخدمات. ثانيا، دراسة مستندات على اتفاقية التعاون بين الجميع البنكي وجنة وردانة قصد استخدام مطرح المؤقت به النكاية المنزلية لبنتي. ثالثا، إجراء توزيع طريق جهة وباقي 110 الرابطة بين جامعة بنتي ودوا طلنط ضغطة بجامعة وردانة على مسافة 6 كيلومتر. مرواز عاوز سنين كيولد كيمشي لهنا على شي وقت ايوا المهم امي كانت انا قلت له ما كان هني ما كان السي محمد هني راك شنو كاين فيني هو السلاج بإطار القانون ايش تيداري انا باش عاوني اللي جا ايش تيداري ايش تيداري اسي الرئيس انا عارف شو غلط كاين وكاين نحكم شو اسي الله يجازيك انت كتحل المسؤوليه معانا واش رجع وحده ولا جوج؟ واش نعاودوا كل شيء ولا غير وحده؟ انا ما قدرتش نقول انا كانت سكت على سعيد واش واش نديرهم جوج ولا غير وحده؟ الا وحده وهذه الا وحده صافي الا هذا الكلام هو هذا اللي تقول نعم نقطه واحده باش 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 لا باش نسلمي دانت بالمجلس انا غادي يفهم مين يتكلم في التصادق باش يتصادق هاك بنتي بنتي بسعد وانتباقية مشى نص تاع الانتباقية بنتي ما كنزعش الزواج العقد اجتماع بطبيعة الحال بالنسبة للمطرح المذكور بمجرد ان قرات الاتفاقية الاولى لاحظت بعض الملاحظات قلت بالحرف الواحد أنه يجب تعديل 4 بنود في الاتفاقية إن أردتم أن نصوت إيجابيا وإن لم يكن غير ذلك فنصوت بلا ثم ألا ثم لا قلناها إذ لا ولكن ما هي بالنسبة لأخر بالنسبة للتعديل بالنسبة للتعديل الأول وهي أن الفصل وصى على انه ان جماعه ورزان ما كيدير اللائحه هو كيدير مرضى انا ودينا عشاك الطار قال العامل جماعه المحليه وزاره البيئه البنطيين لا لا ذي الطرف لا سامح لي تخلق اللجنه بطرفين لا لا شوف واحد رجع واش جاي ولا قطع شي افضل باش لا باش هو راه شوف حقوه غير شوف
هذيك تو خلق اللجنه هني ولي القارب اشتغلت باش شنو كان غنيتي وليت قاز القارب 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 اللي قاعد يا خويا هذو التزامات المشتركه مرناش زول معقول ناس مصلحه الجماعه الفاز اللي جا انا ولكن مرناش زمار مصلحه الجماعه كنو كعضاء تيلاس عبد الله نعم اش نحيد مرناش مصلحه الجماعهكم اتفاقيه هذا وعمي صغير شي ميدا كيتهمى يتهمى خنده اقا خنكسي الطالين ولكن حتى ساعه كوجا فين الدار راه نتي في الطالين ولا شنو شنو ولا جديد جديد ثاني اش ميرسان سبت داخل زبط شحال عارف بالي ميرسان سبت داخل زبط قبل وانا سبت قشا شي واحد سبت حد شي لقى قايد مؤقته باش وقت قبل المزبله اللي هو على النقل اقليمي زعيم الصيد ديال الشرب والكهرباء النقل العمومي الحضاري الاداره العموميه تغيير السائل والصلب ومحطتكم على الجهويه العادمه تنظيف الطرقات والساحات العموميه جمع النفايات المنزليه وما مشابهه لها ونقل المشاريع ومعالجتها وتكميلها السير والجوله هذا مجموعه في اطار مجموعه الجماعه حتى اتفاقيه من غاديري استاذ مريم اتاكد خاز الميثاق قول القانون التجريبي القانون المغربي خصها تتفق مع الجماعه غير دار مره باش اتفاقيه للاطار اتفق انت كنت في دراجه اصلا كنت مجموعه الجامعه ما فيك نص الميثاق احسن من غير دان ديني غير تمدي الاتفاقيه كطرف سي دابا صغار يجي لي الشاتيري اقليمية لي خلي جماعية ولي خلي مثيري ديري ساتيري ديري وقاش مثلا اسقم مثلا المعالجة فبدز باش تيري تعالج مثلا بروبليم حاضر يصنع ندير اخي دار ماشي ندير دار خديت نحاس شي حكا جماعة وردان نتكلم ندير حري انا خدي المغرب قلت له هادشي لا لا مين الفريد مين فين الشيء اللي راه والله ما راه خديت نحاس والله عنده جد صوت شي داخل والله السيف والله انا باش ندير زيو زعما تسكت تنص شي داخل والله واش ندير نص ما رجع وحط ما يعفين ما نسموت ما حاش ما تعرف اكثر نص نص فما هاش الدار يا دار يا خشي نجيت المكاتب مشات على سيدي ديال المجلس مكاتب ما تنضحش مكاتب سامح عليك مكاتب ينضح لا لا بلا تغير ما نسمي على حكايه الاهم ما تروح الى